طيب هنا مسألة، وهي إذا قلت لإنسان السلام عليك، ما هذه الكلمة؟ يجب أن ندرك أن لها معنى عظيما، وهو أن لما تقول للإنسان السلام عليك معناته ما راح تخونه ولا تغدر فيه ولا تأذيه ولا تنال من عرضه ولا من ماله ولا من نفسه، لأنك أعطيت السلام، أعطيته السلام، هي ليست كلمة تقال. وذلك من رحمة الله في هذه الأمة، شوف أنت الحين لما تروح بلاد الغرب مع مثلا كذا، يركب الباص ساكت وهذا ساكتين، طيب يجي يقعد يمك، وحنا عندنا لا، يدش السلام عليكم، أنت تطمن ترتاح لما يقولك السلام، يعني ما يجيك مني إلا الخير، لا جايك مني إلا السلامة، أو يسأل الله لك السلامة، يعني إما أن يكون دعاء لك يدعو لك بالسلام، وإما أن يخبرك أنه لن يأتيك مني إلا السلام فاطمئن. فهذه كلمة طيبة حقيقة، كلمة طيبة، ويجب علينا أن نهتم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام، أفشوا السلام، يعني أفشوا السلام بينكم، أطلقوه بينكم. ابن عمر كان يقول أذهب إلى السوق ليس لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي، تصوروا، بس يبي يشوف الناس عشان يسلم عليهم ويسلمون عليه. فلا تبخل بهذه الكلمة، لا تبخل بهذه الكلمة، كل ما شفت أحد قول السلام عليكم، ما تخسر شيئا عندما تسلم على الناس. فحاول الإنسان يعود نفسه على هذه الكلمة، وأيضا لا يأتي بكلمة أخرى يستخدمها الناس اليوم، صباح الخير، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا، لا، قل السلام عليكم ثم قل ما شئت، مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، أهلا وسهلا، مرحبا، وما شابه ذلك من الكلمات بعد السلام. ابدأ بالسلام. صلى الله تبارك وتعالى يحفظنا وإياكم. نعم.